على فكرة، مين بيعرف كارل ماركس؟ ماركس هو فيلسوف ألماني وعالم اجتماعي واقتصادي وصحفي اشتراكي ثوري، ونظريته بالاقتصاد وبعلم الاجتماع غيرت العالم. واعتبر ماركس أن المجتمعات تتقدم خلال الصراع بين الطبقات الاجتماعية، اللي هو صراع بين الطبقة المتحكمة بالإنتاج وبين طبقة العمال اللي بيعملوا على إنتاج السلع. وسمى ماركس الرأسمالية اللي عارضها بشدة بالديكتاتورية البرجوازية، لأن على اعتباره هي مسيرة من قبل الطبقة الغنية من أجل مصالحهم، وتوقع أنه الرأسمالية رح بتودي للاشتراكية، اللي بتودي بالتالي لمجتمع بدون دولة وبدون طبقية، أي كان يشجع على تطبيق الدولة الشيوعية. ومن أكثر الدول اللي ظلت محافظة على الفكر الماركسي هي الاتحاد السوفيتي. باي.